السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، وصلنا في المحاضرة أو الشابتر نمبر 6 لعند السيمانتيك داتا موديل. السيمانتيك داتا موديل تستخدم لوصف التركيب المنطقي للبيانات، طبعا processed by the system. Used to describe logical structure of data processed by the system. تمام؟ في عندنا entity relation attribute اللي هو الوحدة والعلاقة خاصية العلاقة والوحدة. هنا entity relation attribute model sets out the entities in the system، بتعطينا الوحدات تبعت النظام والعلاقات بينهم والخواص اللي بينهم. The relationship between these entities and the entity attribute. طيب widely used in database طبعا design. هنا في عادة semantic data model تستخدم مع تصميم اللي هو database، قواعد البيانات. Can readily be implemented using relational database اللي هو قواعد البيانات العلائقية ذات العلاقة يعني. No specific notation provided in the UML، ما فيش notation معين، ولكن objects and attributes can be used، ولكن اللي هو الكائنات الـ objects والمرافق تبعتها ممكن احنا استخدامها. طيب semantics library عندي اللي هو library semantic model الموديل تبعت المكتبة. عندنا الارتكل، في عندنا سورس، في عندنا كانتري، عندنا كوبي رايت، في عندنا اوردر، عندنا باير. تمام، عندنا ارتكل، تمام، في له اوردر، في له باير. هنا بابليك ان سورس، السورس له كوبي رايت وله باليد. عندنا العلاقات اوردر، مالتيبل اوردر ل 1 ارتكل، 1 تو 1 العلاقات، ام ان عدد ام عدد ان، ماني تو ماني، وان تو ماني. تمام، باير وان، باير ماني اوردر اي وان تو ان. هنا العلاقات هذه كلها اللي اخذناها في الداتابيس والعلاقات بينها. داتا ديكشنري، هنا في الداتا ديكشنري هي اللي هو اول معادن القوانين البيانات. قواميس البيانات are list of all names used in the system model. لازم احنا بنحط اسماء كل الاسماء، بنحط كل الاسماء اللي استخدمناها في نماذج اللي هو النظام. Descriptions of entities, relationships, attributes. تمام، وصف اللي هو البيانات والعلاقات بين البيانات وخصائصها والخصائص تبعتها. ادفانتجز، ايش هو الادفانتجز تبع الداتا ديكشنري؟ سبورت نيم مانجمنت اند افويد دوبليكيشن، يعني انا اداره الاسماء، يعني انا لما يكون عندي نظام مثلا زي الويندوز كبير جدا الاسماء تتشابه، فبعمل مانجمنت للاسماء عشان انا اتجنب اللي هو الازدواجيه. طيب storage organization knowledge linking analysis design and implementation، برضو هنا معرفة storage organizational knowledge، معرفة اللهجة المؤسسة، linking analysis والاتصال بالتحاليل تبعتها المعرفات، design تصميم، implementation والتنفيذ. Many case workbench support data dictionary، احنا قلنا الكيس اللي هو الكمبيوتر ايدد سوفت وير انجينيرنج. تمام، بيعمل كلها سبورت، كلها بتدعم اللي هو الدكشنري، لانه الدكشنري هنا مهمه كتير، مهمه كتير ان انا عشان ما اعملش، اهم شيء ان انا اعملش دوبليكيشن. تمام، عندي هنا وصف قصير جدا، ده ديكشنري انتريز يعني الوحدات
الاسم، ايش هو الاسم هنا، والديسكريبشن تبعه، والتايب، واليوم. تمام، زي هيك انا بحط كل شيء بحط عندي في النظام، لازم انا اعمل له ديسكريبشن. يعني الارتكل شو الارتكل، والاوثر شو هو، والباير شو هو، الادرس شو هو، ادرس الباير، ادرس الاوثر. ممكن احط حاجات كثير هنا. تمام، وهكذا. طيب اوبجكت موديل، نمذجة اللي هي الاشياء. اوبجكت موديل ديسكرايب ذا سيستم ان تيرم اوبجكت كلاسز. دخلنا الوقت في الكلاسز، الصنف اند ذير اسوسييتس، والمرافق تبعتها، العلاقات تبعتها. ان اوبجكت كلاس، الكلاس اللي هو الصنف تبع الاوبجكت، is an abstraction over a set of objects with common attributes. يعني الكلاس هو مجموعة من الأوبجكتس، الأشياء مع common attributes، مع علاقات. تمام، common يعني شائعة زي بعض. and the services هي الخدمات، operations العمليات، provided by each object يعني، وكل عملية بقدمها هذا الشيء. Various object model may be produced. Inheritance model, aggregation model, و interaction model. الموديل ذات الوراثية، الموديل الكلية والإجمالية والمجموعية، والموديل التفاعلية interaction model. يعني أكثر من موديل أنا ممكن أستخدمها، وتستخدم في modeling the object model. طيب برضه object model natural ways of reflecting the real. تمام، world entity manipulated by the system. يعني بتعكس او انعكاس، هي انعكاس للعالم الحقيقي للوحدات. تمام، manipulated by the system، انعملت من قبل النظام. More abstract entities are more difficult to model using this approach. يعني إذا في عندنا وحدات موجزة، بكون more difficult، بتكون أصعب إنه نعملها نموذج باستخدام هذا الـ object model. Object model class identification is recognized as difficult process requiring a deep understanding of the application domain. يعني ايش؟ يعني انا عندي هنا identification، تعريف لكلاس object، هو عملية صعبة تحتاج الى فهم عميق لمجال التطبيق. Object classes reflect domain entities are reusable across the system. Object classes، تمام، التي تعكس اللي هو التطبيق من المجال. Object classes اللي تعكس المجال هو أو وحدات المجال، هي تستخدم reusable across the system، في كل اللي هو النظام، على عبر النظام كله. أنا بستخدمها أكثر من في أكثر من شيء، أكثر من مكان، أكثر من شيء في أكثر من مكان، وهكذا. طيب ناخذ شوية منها بس اللي هو النماذج اللي هو الوراثية. Organize the domain object class، يعني هنا بس بترتب لنا الكلاسز بتبعت اللي هو الدومين او مجال الشيء. انتو هيراركي، في تركيب، في هيئه، هيراركي. هذا كلاسز ات ذا توب اوف ذا هيراركي، يعني الكلاسز اللي فوق ريفليكت ذا كومن فيتشرز اوف اول كلاسز، بتعكس اللي هي المواصفات العامه لكل كلاس. Object classes inherit their attributes and services from one or more super class. Okay. يعني الكلاس، كلاس الشيء
object class بيورا الاتريبيوت والسيرفيسز من اللي هو السوبر كلاس، من اللي هو الكلاسات اللي فوق الاعلى منه. These may be then specified by as necessary. Class hierarchy design can be difficult process if duplication in different branches is to be avoided. يعني التصميم المعماري أو الهيكلي للكلاس هي عملية صعبة. أنا هنا ليش صعبة؟ عشان بديش أعمل دوبليكيشن من في الفروع الأخرى من الشجرة اللي عندي في أو التركيبة. كل كلاس بده يكون مختلف عن الآخر، والسب كلاسز بده تكون مختلفة عن الأخرى، السوبر كلاسز برضو لازم تكون مختلفة. تمام. طيب Object Models and the UML Unified Modeling Language. Unified Modeling Language أنا عندي هنا is a standard representation developed by developers of widely used object-oriented analysis and design method. تمام. يعني UML standard هي standard انعملت من قبل اللي هو المطورين عشان اللي بيستخدمه اللي هو Object Oriented Analysis and Design Method، عشان اللي بيستخدمه اللي هي طرق اللي هو Object Oriented Design. It become effective standard for object modeling. Notation في عنا Object Classes، وفي عنا Relationships، وفي عنا Inheritance. تمام؟ وهذه كلها موجودة لو أخذنا اللي هو الانهرتن. لايبراري هنا لايبراري كلاس هيراركي، التركيبة لا اللايبراري، لايبراري ايتم ايش موجود فيه، الكتالوج نمبر، الاكوزيشن ديت، الكوست والتايب ستاتس نمبر، ببلشت ايتم، ريكوردد ايتم، بوك، ماجازين، فيلم، كمبيوتر، وهكذا. هنا سب كلاسز، سب كلاسز، هنا سوبر كلاس. طيب لابراري يوزر، ريدر، بورور. تمام. ريدر بورور سب كلاس، لابراري يوزر نو سوبر كلاس. ستاف ولا ستودنت، البورور اللي هو اللي بيستعير، هل هو ستاف يعني موظف او ستودنت. تمام. يعني بالايجاز موديل ابستراكت سيستم فيو، هو منظر موجز للنظام الموديل. يعني كومبلمنتري تايبس اوف موديل بروفايد ديفرنت سيستم انفورميشن، يعني انواع من الموديل التي تزودنا او تعطينا اللي هو معلومات عن different system، النظام المختلف، النظم المختلف. Content model، data flow model، state machine model، هذول اللي احنا مرينا عليهم. وهيك احنا بنكون خلصنا الشابتر السادس. يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.